بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى بانطلاقة الشوط الخامس عشر لفئة المفاريد بكاري. ينطلق من مسافة 2000 متر، ينطلق محملا بهذه الشعارات المتميزة المتواجدة ضمن فعاليات جروب التحدي، وهذه منافسة المشرفة التي تجري على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع مشاهدي الكرام انطلاقة هذا الشوط، نتابع الأسماء المتواجدة هنا. عنيدة مع البداية، عبد الرحمن بن عبد الله العيدة مع أول المراكز متواجدا في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع شديدة للسلطان بن حمد بنت رحيب بن نايفة، بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثالث نتابع عنيدة بشعار عبد الرحمن بن عبد الله العيدة متواجدا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الفائز المتواجدة بشعار سالم بن ناصر الحفيظ منطلقا في موقع التحدي والمنافسة، ولكن من غيرت واحتلت المركز الرابع الشحانية للموهوب علي بن حمد بن جرحب المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا تتسلل كلاس لمسعود الحريري مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المتواجدة المنطلقة في تحديات ومسيرة هذا الشوط. نعود مع البداية، هنا من غيرت واحتلت المرتبة الأولى مباشرة، جاءت إلى المقدمة الشحانية بقيادة علي بن حمد بن جرحب المري. الموهوب يتقدم بهذه اللحظات، ينطلق مباشرة في صدارة هذا الشوط، ولكن كلاسة مسعود الحريري أيضا متواجدة، بدأت تتسلل بدورها إلى صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الثالث هنا، تصل شديدة بقيادة سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة. المركز الرابع هنا عنيدة لعبد الرحمن بن عبد الله العيدة، وخامسا تتحرك صوغة بقيادة عبد الرحمن بن حباب الهاجري مع المركز الخامس. اكتفي بالخمس المراكز الأولى، الخمس النجوم المتنافسة في انطلاقة وتحديات هذا الشوط، ولكن كلاسة والاسم الجميل ينطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط بقيادة مسعود الحريري مع البداية. يقدم لنا كلاسة المتميزة بانطلاقتها الجميلة والموفقة على صدارة هذا الشوط. تنطلق كلاسة في القيادة والريادة بدون أوامر وبدون تحريكات، هنا تتألق تنطلق مباشرة في تحديات المقدمة بانفرادة متميزة بانطلاقة جميلة. نتابع المركز الثاني، الشحانية بقيادة الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري، ولكن كلاسة يبدو لي حسمت هذه الأمور بقيادة مسعود الحريري. من حصل على ناموس هذا الشوط، من تميز وأبدع بانطلاقة كلاسة إلى خط النهاية معلية الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لمسعود الحريري على فوز كلاسة وتحقيقها للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني، جاءت الشحانية بقيادة الموهوب علي، أو أتوقع صوغة للسيد عبد الرحمن بن حباب، دخول جماعي بين صوغة وبين الشحانية. صوغة للسيد عبد الرحمن بن حباب الهاجري، والشحانية لعلي بن حمد بن جرحب المري. مشاهدي الكرام، تهانينا والناموس للسيد مسعود الحيري على فوز كلاسة وتحقيق الإنجاز. التوقيت الزمني 3:21 4:74 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.